ومص الصحيفه تقول صحيفه الكابتن سال مجمع الفقه الاسلامي عن امكانيه قيام فريق نسائي لكره القدم ليشارك في الدوري. كويس. الفتوى اللي طلعت من مجمع الفقه الاسلامي اللي هو مرجعيه الدوله، وده ما رايي انا، دي مرجعيه الدوله الاسلاميه، قال لنا نفيدكم بان دائره الفتوى درست هذا الموضوع واجابت بالاتي: ان الشريعه الاسلاميه تقوم كلها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه المصالح وتلك المفاسد يحددها الشرع اما بنصوص من القران والسنه او بقواعد اجتهاديه. في موضوع قيام دوري كرة القدم للنساء فإن أصل الرياضة مباح للرجال والنساء كما قلت، يعني بشرط أن تتوافق هذه الرياضة مع الخلق والخلق، يعني مع طبيعة الرجل والأخلاق كمان يعني. نعم. فلعب الكرة لا يتناسب مع المرأة لأن ممارسة هذه الرياضة تؤدي إلى خروجها عن طبيعتها الأنوثية وقد ترسخ فيها معاني العنف. ونحن قبل زمن الأمم المتحدة بتكلم عن العنف ضد المرأة ممنوع، العنف ضد المرأة عملوا لنا بوجع رأس، ده عنف فيه قانوني وفيه ما قانوني، وذاك من الناحية ده حقه. إن الرياضة المباحة للمرأة هي التي تصون بها صحتها، أما كرة القدم فهي للرجال ولا تتناسب مع النساء، ويجب أن نحذر من كل أن نحذر من كل من كل ما يؤدي إلى إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فيجب أن يظل الرجل رجلا والمرأة امرأة. وفي موضوع قيام دوري كرة قدم للنساء فإن المفسدة فيه واضحة، ومهما اتخذت من احتياطيات وموانع ففيه من المفاسد ما لا يمكن منعه. الواقع المعاش الآن في البلاد التي تبيح ما ذكر يبرهن على أن هذه الرياضة لا تقام من أجل الرياضة، وإنما لمآرب وأهواء أخرى، وعليه فإنه ليس هنالك أي مصلحة تجلب من قيام دوري كرة القدم للنساء، بل هنالك مفسدة واضحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى إن كانت هنالك مصالح وسد ذرائع من واقع الشرع. ومن ثم نرى منع قيام دوري كرة القدم للنساء بالسودان. والله الموفق بروفيسور أحمد خالد بابيكا. كويس. ده الرد الأول اللي كان للأستاذ قاسم خالد في 2006، وبعد ذاك كان عندك أنت برضو نفس التساؤل وبرضو جاك رد وهو نفس الرد. يعني تاكيد للكلام، تاكيد له اللي هو اصدر فتوى بمنع قيام كره قدم للنساء بالسودان، الفتوى مرفقه. ثانيا عليه فان تكوين فرق كره قدم نسائيه تلعب خارج السودان في افريقيا واسيا واوروبا لا شك اولى بالحظر والمنع، فهو اكثر مفسده كما انه ابعد عن اخلاقنا وغيرنا. هو نفس الـ 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 الكلام. ما هو السبب اللي نسمع؟ هرجع لك انا، هرجع لك، هرجع لك، خلينا نسمع 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 اراء نسمع استاذ حسن كاظم. يعني في البدايه كونه يتجه الاخ الزميل قاسم خالد وهو صحفي رياضي معروف ويهتم بمرجعيه ايجاد فتوى لممارسة الرياضة وقيام دوري لكرة القدم النسائية، أمر بيدل على إنه الإعلام فيه وعي كبير ووعي عالي. والمسألة دي قبل ما يظهر نجمي ضفع الله حسب الرسول والشيخ ضفع الله، طبعا أصلا ظهرت نجوميته في الآونة الأخيرة من خلال بعض الآراء المفتكرة أنها هي تهدف للشو من داخل البرلمان، والوجهات النظر الغريبة اللي بيصدرها في الصحف في مواضيع هي ما من صميم اهتمام الناس متجاوز. معلش كمل هو ياخذ فرصه، ما في مشكله فرصه معك. معلش ما يتكلم في مواضيع هايفه، انا ما بتكلم في مواضيع هايفه، اما يضبط كلامه او انا حاقعده في كل كلمه يقول. انا ما بتكلم في مواضيع هايفه، انا ما بتكلم في مواضيع هايفه ولا اتكلم من اجل يشوفوني يعني. طيب ما في مشكله، انت يا شيخ انت اسمعني، انا اديني فرصه. انا اصلا ما تكلمت، ما حاجه مدارة. لا انت ما انا الكلام زي ده ما انا ناقش، انا بدل ما شراي ما في مشكله، انا خليني انا شراي برا خلاص تكلم، لكن الكلام ده كان شيء لا يفهم. طيب انا كلام الوالد وقع خليكم. لا لا ما 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 انت اذا رجل اصلا تهدف للنصيحه، لا تهدف للنصيحه لما تقول للناس كلهم انه ضفع الله يتكلم من اجل الشو. انت ما انت قاعد انت ما بدي حاجه، انا ما بتكلم عن الكلام ده، انا بدي انك تعتذر من هذا الكلام، ولا انك تتكلم مباشره. انا داري
تفصيله انا بعتذر انا ما بخليك تتكلم معه انت من حقك ترد لا ولا انا بدي ارد اوه ما انا اسمع بس لكن شنو عشان مش استفيد الكلام ده انا ما بعرف مش استفيد يا مولانا لو قال ثاني انا ثاني حخش استفيد يا مولانا ايوه طالب من حقك تخش لا تخش لانه احنا اصلا لا جينا لنتيح الفرصه لازم قبول انت على الفرصه لك انت يعني طيب خلينا نواصل عشان المشاهد يستفيد اولا شوف من يطرح نفسه للرأي العام ويصدر آراءه ينبغي أن يتحمل الرأي والرأي الآخر طبعا. من يحمل غلم ليكتب في الصحف ينبغي أن يتحمل الرأي والآخر من يقف تحت قبة البرلمان ويتحدث ويصدر آراء ينبغي أن يحتمل الرأي والرأي الآخر وأن يستمع للناس بإصغاء كامل ثم يفند وجهة نظره بمنطق وحجة دي نقطة نمشي للنقطة الثانية اللي هي المرجعية نفسها أنا قصدتها بأنه أقول 2006 لما الناس مشت مجمع الفقه الإسلامي مجمع كويس صوبتنا يا أخي دي مزالة كويسة خلينا نصوبك برضو شوية لما الناس مشت لمجمع الفقه الإسلامي في 2006 المسألة دي الناس كلها حرص منها لكن السؤال المهم هل هو ذاته الآن مجمع الفقه الإسلامي عاد هو المرجعية؟ هل هو هذا المرجعية بعد تضارب الفتاوى في كثير من المواضيع هو مش مجمع الفقه الإسلامي نفسه ومش هم ذاتهم نفس الشيوخ ونفس الأسماء اللي قبل كده طلعت فتوى بضرورة عدم سفر الرئيس لأنها هي بتفتكر إنه محتمد على إنه جلب المصالح لدرء المفاسد وإنه المسألة دي ممكن يكون وراها غدر ويمكن أن يكون وراها كذا وكذا يا وكذا أخي لو سمحت يا لو سمحت يا أخي لو سمحت خلينا بالكلام خليك لأنه كلامه غلط صحيح انت بعدين كلامك ما صح هذه مجرد ليست فتوى خلينا كانت فتوى هي كانت نصيحه يا رب في رايه هو نصيحه في رايه هو نصيحه او فتوى الخلاطه هي هو شوف وجهه النظر تكتسب ثقلها ووزنها من 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 المصدر ومن من الشخص اللي طلعت منه أيوة. اذا كان الغرضاوي طلع في حوار صحفي قال وجهه النظر تكتسب صيغتها ووزنها وتاثيرها من وضع الغرضاوي ومكانه اذا كان في الاخر هو اصلا اذا يعني النصح انا ما بطلب النصح اطلب الفتوى انت بتنصحني بغير الدين انا ما انت مرجعيه اطلب منك ان تقول لي لما انت الناس المزله ما تطبق تقول دي نصيحه ولما تفرضها على الناس او تكون دايره تمرر تقول دي فتوى هي دي ذاتها ما مزله معياريه يعني عشان تكون مطاطه بالطريقه دي اللي انا داير اقوله انه في مزله الرياض النسويه واهم حاجه فيها واخطر ما غيل الناس في الفتوى 2006 انه هم يستندوا على نقطه للتحريم انا بفتكر انها من وين هم جابوا انا ما عارف بيقول انه يا اخي المساله دي اصلا لا يبرهن على ان هذه الرياضه هم وصلوا قالوا الواقع المعاش شوف الواقع المعاش الواقع المعاش الان في البلاد التي تتيح يبرهن على ان هذه الرياضه لا تقام من اجل الرياضه وانما من اجل مارب واهواء هم ضربوا مثل بالبلاد اللي بتقام فيها مثل هذه الرياضات وقالوا يا اخي والله الموضوع ده بيقام من اجل مارب واهواء عشان كده هم افترضوا انه الناس الدائرين يسيروا النشاط ده هنا والنساء دايرين يمارسوا رياضة كرة قدم أو غيرها من الرياضات إنهم والله الناس ديل بيزعوا لمآرب وهوى على خلفية ما يحدث في دول لا سموا الدول لا كمان برهلونين على إنه نوايا الناس سيئة حكموا الناس بنوايا مسبقة واستندوا على دول هم نفسها يعني ما محتاجة لإنها المآرب والأهواء تكون في كرة قدم نسائية أو تكون في ألعاب قوة أو تكون في غيرها من الله ده نفسه بعدين تشوف أنا دار أقول لك إنه هي ذات الفتوى دي ما نهائية اصلا ما نهايه كيف ما نهايه الفتوى دي ما نهايه المقصود المقصود بها هو ذاته دائره ما نهايه اذا كان في بنات بيلعب كره قدم انا ذاتي دائره وهو يتخرج عنده اهواء عنده غرض داير يصل له نفس ما بدنا نسوي يا مولانا ما عندنا شخص من القبائل لو سمحت خلينا عشان نستفيد طيب عشان المشاهد لو سمحت المشاهد انا عايز اقول لك حاجه انا داير اقول لك واحده واحده بس لو سمحت الراي ما نهايه عايزين نعرف منو الراي ده وين يلا انا داير الراي ده عنده لو سمحت برا لو سمحت الان هو الشيخ كتر خيره يعني قال انه والله يا هيثم ده ذاته رايه ده والشخص اللي قدامه ده الاشر له لانه هو قال الكلام ده لانه والله دي اهوائي ولانه انا ببحث عن المفسده وهو ما بيعرفني وده لشيوخنا كده شيوخ اصلا بيرهق الكلام هو ما بيعرف الكلام 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 ما بيعرف
لا لا املك في نقطة مهمة. ما بس بس لازم لازم لا 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 لازم لازم لا لا لازم 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 بعد داك وتبغى اجتهادات ولا يا اخي لما نتكلم عن حاجه في الكتاب ونتكلم عن حاجه في السنه النبويه كويس ونتكلم عن او نتكلم عن حاجه من عند الائمه الاربعه ونيجي بعد داك للاجتهادات والاجتهاد الدين نفسه سمح لمساحه الحوار في الاجتهادات كويس. سيبني من الاراء الغضيه دي وسيبني من انه يا اخي يزول يختلف معك في الراي معناه هو بتاع هو ومعناه هو باحث عن ملذات ومعناه هو ما بيعرف يا اخي دي فتوى دينيه وانت يا اخي تخصصك ما دي فتوى للكوره فتوى للسودانيين للسودانيين كلهم بالاجتهاد للسودانيين السودانيين كلهم بالاجتهاد يا اخي اسمع لسان الدكتوره هي طبعا زولا يعني ده تخصصها وماخذ دكتوراه في 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 التربيه الرياضيه وهم يعني بتمثل المراه تفضل يا دكتوره طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا بفكر انه يعني ان الراي الطرح ما بينكر انه للمراه الحق في الرياضه وده حق كفروا له الدستور وزي ما تفضل الشيخ كفروا له حتى يعني هم ما قالوا انه الدين يرفض انه المراه تمارس الرياضه هو بيتحدث عن كيفيه او عن اليه طيب لو الآلية هو قال يعني حتى صورة قطعية إنه حتى لو توفرت الآلية بيرى إنه الأمر فيه مفسدة طيب أنا شخصيا بمثل في المجلس الدولي في المكتب التنفيذي في مجلس الشرق الأوسط وهذا المجلس في كل الدول الإسلامية الموجودة في الوطن العربي الناطقة بالعربية أو غيرها طيب هم في بعض الناس عندهم آراء في كل رياضة المرأة وفي ناس عندهم آراء في جزئيات محددة في رياضة المرأة الرأي النهائي بيقول شنو؟ بيقول إنه هي ليها الحق إنها تختار كما ليها الحق إنها تختار أشياء أخرى في حياتها من حقها إنها أن تختار أين تقف في تعليمها ما هو النشاط الذي تمارسه وكيف تمارسه وأين تمارسه إذا كفلنا لها هذا الحق وعايزين نحافظ على حق المجتمع بيبقى نحن نخوض شنو ضوابط المجتمع اللي بتخلينا نخليها تمارس النشاط ده بشكل يرضيها وبشكل ما يتقاطع مع تشريعات المجتمع ومع ما يستفز مشاعر المجتمع وما يجرح مشاعر المجتمع والأشياء دي في فرضية قائمة إنه الرياضة قائمة على خلينا أقولها بالعديل إنها قائمة على الابتزال أو إنه الناس لديها أهواء أخرى الرياضة ما قائمة على كده الرياضة قائمة على أساس أنها علاج لمشكلات اجتماعية علاج لمشكلات صحية علاج لمشكلات نفسية أضيف لي كده إنها علاج كمان لمشكلات اقتصادية و إلى آخره دكتورة كمان شيء عشان المشاهد برضو البسيط ده يعني الكلام قاله يعني أنتوا هسه الآن الفتوى الموجودة دي أنتوا رأيكم فيها شنو كمرأة وكناس يعني انتوا معاها ولا ضدها ولا شنو اول حاجه في الاتحاد الاسلامي لرياضه المراه الاتحاد ده بيجتمعوا فيه كل الدول الاسلاميه شكرا جزيلا شكرا جزيلا فيها شكرا جزيلا فيها حرمان فيها منع ل بشكرك هم المسدي انت انا داري اعرف خلص كلامي لو سمحتوا المرجعيه هي الشريعه الاسلاميه ولا اهواء النساء زي ما بتقول هي لا الحق تعمل ولا لا الحق تفتح بيت كان دايره لكن احنا بنقول مرجعيتنا شنو؟ اكيد ما بنتكلم عن مرجعيتنا الدين ولا مرجعيتنا الاهواء؟ اكيد دليل نعرف الدين طبعا هل انا بتكلم عن الاتحاد الاسلامي في كل الدول الاسلاميه وله مرجعياته انا بتكلم عن الاتحاد الاسلامي فيه كل الدول الاسلاميه وله مرجعياته السودان اسلامي معترف به الان في السودان الان في السودان يا دكتور الان في السودان من سنه 2000 المراه لحد الان بتمارس الرياضة إلى حد كبير الناس مؤيدة النساء بيمارس الحاجات أكعب من الرياضة أنت تتكلم عن كرة القدم بنتكلم عن الرياضة أنا أوريكم مرجعيتنا الدولة ليه ما ملتزمة الدولة ليه ما ملتزمة الآن الدولة مانعة الرياضة يا عودي الدولة مانعة الرياضة بس مانعة الرياضة مولانا أحمد عثمان الخليفة خلينا نسمع الرأي الرسمي نسمع هو لسه ما معنا لكن طيب
يا مولانا انا عايز اقول لك حاجه. الان الاتحاد السوداني لكره القدم اعلن وامن الاتحاد على ممارسه المراه لكره القدم في كره القدم في اجواء تربويه مراعين القيم والتقاليد ومشيدين بالدول العربيه التي غننت هذه الممارسه. واشاد الاتحاد السوداني لكره القدم بتجاوب الاتحاد الدولي بالسماح للاعبة كرة القدم بارتداء زي الحجاب. ليست مرجعية لكن أقدر أقول ليه الأستاذة ليلى خالد المرجعية بانتباهها خطط لجنة المرأة باتحاد كرة القدم. الحاصل أنه الفيفا كتبت لوزير الرياضة إذا ما عملت فريق من النساء يلعب في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا ما بنديكم قروش. من أجل الدولارات خلينا نأتي كلامي بعدها نمشي. من أجل الدولارات ومن أجل القروش الوزير طوال وصدق وليلى دي انطلقت في المدارس تبحث عن البنات عمر 12 سنة و 15 سنة موجود موجود أنا من أجل ذلك أنا من أجل ذلك طلبت هذه الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي. هل يجوز بعد الفتوى بعد الفتوى يا أخي الاتحاد فاسد نعمل لشنو فاسد يا بيتحاد. قال ان الاتحاد الدولي وافق ليه انه يرتدوا لزي محتسب بس يعني بس ترين مهما تلبس ترين تلبس اي حاجه حتودي سديها وين حتودي عجزها وين دي اهواء بتاعت ناس بيستمتعوا بالنساء فقط يا مولانا بتشيل كيلوش في الخنادق بتودون وين يا مولانا منطق شو المره بتشيل كيلوش في الخنادق انت بتهزموها انت بتشيل كيلوش المره بتمشي الخنادق بتخدم ما منطق بتخدم ما منطق هذا الكلام العين اللي بتهزم العين بترى العين بتشوف هذا هو يا اخي المره بتمشي الخنادق يا رئيس النادي ده رئيس النادي الاهلي في مدني عضو معي في البرلمان كتب لي الكلام ده الاخضف عنا حسب الرسول طلب مني النادي طلبوا من النادي الاهلي ان يلعب اشباله ضد فريق كره القدم للنساء ورفضت ذلك ومشوا لعبوا مع فريق ثاني في مدني بنات ورجال لعبوا كوره سوا كيف الكلام ده؟ لا دي ما دخلنا في الغرامه قالوا لا ده كلام ضعيف ما قالوا للاتحاد الدولي لا ما في حتى ذات القوانين ولا الاتحاد الدولي الاتحاد اللي اتهمته بالفساد ما بيتكلم ما اصلا مش قاعد بيتهم على ما يبدو انه مفتكر انه هو قصه رجال ونساء هو فاكر انه هو فاكر رجال ونساء هو يبدو انه ما مولين بالموضوع ما مولين بالموضوع يا مولانا حتى ضوابط شرعيه حتى ضوابط شرعيه يا مولانا حتى حكم ما يصدق يا مولانا حتى حكم لو سمحت لك يا سلام لا الكلام ده منه الكلام ده مظلوم منه هو لانه الكلام ده ما قالوا وقالوا في المجلس الوطني قالوا المجلس الوطني صح لو سمحت لي يا دكتورة المشكلة ما في انه تكون في رياضة نسائية في السودان او تكون ما في المشكلة اللي بيتحدثوا حول الرياضة النسائية وحرمتها وحلالها وتقوم فيه وتقوم ما فيه هم ما ملمين بطبيعة النشاط وبغوانين وبضوابط هم بيفتكروا هم بيفتكروا انه والله المسألة دي يعني نساء ورجال وده تنافس مختلط القانون اصلا لا يسمح لا يسمح ده رئيس نادي يا اخي نادي ولعبوا في مدني انا مراقب انا ما في شيء لا لو سمحت انا برضه يا ريت لو جاب لنا اللاعب يا اخي اسروا بناتكم واسروا اعراضكم حتى ما تدمروا بلدكم لانه هذا سبب دمار البلد طيب هو دمر بدا يعني ولا البلد على راس البلد دمرها طيب البلد دي اصلا طالما دمرت لسه دوري ما بدا والمزال دي النشاط ما بدا كيف تدمر البلد دي اعطينا انت نموذج اي رجل اي اخ يثبت بنته يثبت اخته من هذه المفسده التي يراد بها الناس قاعدين قدامي دي اصلا لا يمكن تغير اخلاق الدكتور يعني لا يسمح الرجل عنده دين عنده اخلاق لبنته انها تمشي تلعب في كره القدم الدوري او تلعب في اوروبا او تلعب انا عايز اسالك سؤال ثاني يا مولانا انت لا ما في فريق على مستوى تاريخ السودان على مستوى تاريخ السودان لا لاعب لا فريق ما مشوا لعبوا في اوروبا ولا في امريكا ما مشوا في المسألة ولا بيمشوا دجري الانتباه طلب منا الفيفا ان نعيد فريق لوزير الرياضة اللي بيتكلم ده لسامينو ده الفيفا
ده الناس الفيفا قالوا شو؟ يجوكم تعليمات لوزير الرياضه. ايوه الفيفا 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 بخاطب وزير الرياضه. الفيفا الفيفا بخاطب وزير الرياضه. هو الفيفا اللي حق له بخاطب وزير الرياضه. معلش من ضمن اذا كان الندوه هذيك مرجعيه الشريعه انا بتكلم معك. ادينا من الشريعه كان مرجعيتها غير كذا. انا بقول بخليك براي تقول احنا متفقين معك. ما تفلوا في هذا القسم. وين تسعى لذلك؟ وين المزال الذي انت بتفكر انك تسعى لذلك؟ طيب عشان بكل ما نبي نجيب ضدها. ما ممكن تسعى لذلك. طيب تكسر الطربيزه ونجيب غيرها. طيب ما مشكله. ما مشكله الطربيزه اتكسرت. نحن نشرك معنا الماندي واحده من لاعبات كره القدم. مرحبا بك كابتن. السلام عليكم. واحده من اللاعبات. واحده من اللاعبات. انا انتظر فرق. لا طيب خلاص اتفضل. طيب تعال اعتذر لها. اتفضل حنا اعتذر لها. اتفضل تعال يا كابتن يا مرام. خلاص اتفضل خلينا اعتذر لها. انا جيت اتفضل جيتني من اجل موضوع معين. اتفضل. طيب في لاعبات في كلام فرق مش انا ما بقعد معك. اتفضل. طيب يعني طلع عندك انت عشان توصفوا انت تهور على اهوان كل عشان تسمعوا تسمعوا. ما بسمع لي واحده ما عندها اخلاق. لا اسمع ما ترمي بالبطل. انا موجود ما مشكله يا اخي. ما عندي مانع يا اخي. انا رمينا الموضوع ما عندي مانع. ما ترمي بالبطل. تتكلم في الموضوع ده انا برا. طيب انت بتتكلم عن موضوع. انت خليك تتكلم عن موضوع لعبهم وهم ما يتكلموا عن اسياد الموضوع ما يتكلم عنه. ماذا اسياد الموضوع منو البيت؟ ما تسيد المعلم البيت دي بيت انا ساعي لاصلاحها وانت ساعي لفسادها. طيب ما تسمع وقول لي على ايات وقول لي على حديث وقول لي انا حتى اسمعني. ما في مشكله ما انت لما اسمع وجهه نظره احتمال تقول لي سيزر ما دارت العب. يا اخي الكريم انت استبقت لي حنعتذر لها. احتمال دارت تقول ما دارت العب. يا اخي ريحنا. ليه انت استبقتها؟ انت ليه استبقتها؟ يا مولانا هي ما حتلعب كره قدم الان. هي مجرد انها طالعه وجهه نظره. لا اتكلم معك. لا انا ما اتكلم معك. اتكلم عندك حقك تحدث. اتكلم معك انت نيفر. قدرت تتكلم مع بنتي لعبة كرة. اتكلم معك انت. لا بتحدث. اتحدث معك. لا انا ولا انت. اسمع كلامي. طيب اتكلم معك. يا اخي خليك قاعد. خلينا نواصل. طيب انا عايز اسالك سؤال. احنا نحن الكلام بتاع النايف في البرلمان امشي افتح في برلمان. انا دور المكتوب ما بعترف بيه على الله يطلع. بعترف بكون والله انا يا مولانا يا اسمع بس يا رجال انا كنت بفتكر انكم ناس دايرين تسمعوا لراي الشعب. احنا عايزين نسمع راي الشعب. انت جايب لك اولوين وجايب لك بنات بيلعبوا كره القدم عشان تسمع راي. لا انت جايين من وين؟ لو سمحت يا ما لو سمحت يا شام. لا انت جايين من وين؟ اسمع اخي جايبين السما ما انا سودانيه زي وزيك وعندي اب زيك زيك واحسن منك كمان. احسن مني لو احسن مني. لا معلش لو سمحت. لانه ربنا لو سمحت يا جماعه لو سمحت لو سمحت. لا 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 احسن منك كلامك يا جماعه. كلامك احسن مني. لو سمحت لو سمحت لو احسن مني. ما لو كان كويس كان سمعته. راي بيفسد البنات. تحفظ بالحسن. بيفسد البنات. وما يلفظ من قول الا لديه رغيب عتيد. ما ريحك هاي. لكن انت لما تتلفظ راعي ربنا سبحانه وتعالى فيما تقول. وانت راعي ربنا سبحانه فيما تفعل. كويس ما تعرفني. يلا كويس ما تعرفني. يلا كلام انت بكل ادب. لا تسمع رايي. تسمع رايي. بكل ادب. عشان المشاهد يستفيد. طب ايش رايك؟ الكلام ده بيبقى موضوع شخصي. يا اخي ده انا بقول لك ما شخصون الا القضايا. خلاص بقوم. بقوم. بتكلم معاهم.
الاثنين. لا 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 انت ولا هم زادوا ما يشخصون القضاء. اتكلموا عن بهذا معه فينا. ابوك احسن من الله موسى على بعد الامان هنحترمهم. والمشاكل هنحترمهم. والمشاكل هنحترمهم. والمجمع المجمع نحترمه. لكن نتكلم يا اخي رايك ما صحيح. رايك ما صحيح. لو كان رايك مهذب مهذبة ما بتقول لا لا رايك ابوي احسن منه. انت ابوي شفتي. انا ابوي ما بخلي بنته تلعب كورة. ابوي ما بخلي بنته تلعب كورة. ما انت شغال النظام من فوق بتجيب الدكتور مخدم تراب يا اخي الدكتور في السجن الاخواتي في شنو الدكتور مخدم في شنو في الرياضه بالله طيب نهدى نهدى انت بتتحدث باسمك انا مع السلام والسلام لن يرضى عن ما تفعله عزيز سؤال دارزك سؤال يا مولانا انت رفضك للرياضه هل رفضك للرياضه نفسها بصوره عامه ولا كره القدم تحديدا انا بقول المراه لها ان تتريض ولكن في المكان الذي يليق بها ذات الصوره لكن المرأة لما يرسلوها من هنا مدني عشان تلعب مع الرجال في مدني ولعبة والكلام ده يثار في البرلمان معروف ما خلينا من قصة المرأة انا دار كلمت طيب عن طيب العاب القوة مثلا او اي منشط اخر كلام كرة قدم هل انت معاه ولا ترفضه وفي مشاركات خارجية ويا ريت ياسر لو ادانا صور لا ما عندك صور لا خلاص طيب انا لا عايزين لا انظر الى الفساد يا بيتي طيب انا ما مفسد ولا اظلم للسيدات ولا للفساد طيب انت بترفض انا جيت هنا عشان اوريكم راي الشرعي في المساله عايز لك سؤال انت أيوه. رافض الكلام ده ولا يا هذا كلامه الرياضه بصوره عامه الرياضه بصوره عامه الرجل عنده الرياضه بتناسبه المراه عنده الرياضه بتناسبها المراه تتريض في بيتها تتريض في مدرستها تتريض في قاعتها لكن ما تمشي لي اوروبا وتمشي لي امريكا وتيجي دكتوره في الرياضه وتمشي مدني تلعب مع النسوان وده هنا غير لك ده يعني قاعد يمشوا دي لسي ما خلاص طيب عليهم قروش يا اخي الدوله غلطانه انا سجيتين عشان اتكلم هنا الدوله غلطانه المفروض توقف العبث الدوله قاعد تدفع قروش خلاص وقاعد يجيبوا هم ميداليات ويشيلوا ويرفعوا المستوى اوكي اوكي خلاص الدوله غلطانه وعلى مستويات شغاله ضد مجمع الفقه الاسلامي وديل شغاله انا بتكلم عن كره القدم انا قاعد انتقل لك لجزئيه ثانيه عشان الموضوع عشان اسس موضوع كره القدم انا ما اتكلم عن كره القدم بس المناشط الثانيه في ناس جابوا ميداليات في التنس في في في, في الطائره في مناشط اخرى بنات يا اخي ما ممكن اجيب اي ميداليه اجيبها في السفاهه انا ما ادري احدد لي يعني انت انت في ملكه جمال العالم لك تروح تفتشوها صدرها وين 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 وتجيب لك ميداليه للسودان يعني دي محمده دي محمده طيب الكلام ده ما قلته في البرلمان ليه انت تكلمت عن كره القدم بس يا اخي الكريم انت ناديتني حاجه معينه انا اديك فرصه نحن جينا هنا لشيء معين طيب كويس نحن جينا لكره القدم من ناحيه شرعيه مش من ناحيه اهوائيه اذا داير من ناحيه الشرعيه انا بقول معاك اذا داير تجيب لي دي رياضيه وده رياضي وده هناي انا برا من الشغله طيب انا ما عندي لا وقت افتكر انه يا اخي يعني ارفع البرنامج بس بالراحه بالراحه يعني هذا عشان الناس تستفيد بس بس لو سمحت يا جماعه رجال يعني عشان الناس تستفيد تفضل ما باقي كثير زاد اصلا يعني الزمن خلاص قرب رجال عشان باقي الزمن ده احسن سفيد. حاجه شوي شوي اي زول يسمع راي ثاني ويقول رايه واي زول يسمع راي ثاني ويقول رايه والله احنا لا قادرين نسمع اراء الاخرين للآخرين دارين يسمعوا آرانا عشان يعلقوا عليها مؤسف يكون ده مستوى حوارنا ومستوى نقاشنا وغيره شوف النهاية اللي بيشرك بالله مش في مش ده ده يعني ده أعظم إذا أنت مشرك بالله ده أعظم اسم إذا مشرك ده مش أعظم اسم بيحاوروه وبيستتيبوا خلاص بيحاوروهم قبل ما يقطعوا راسهم أنا ليه أنا وعدهم بخواجة ولا خواجية يا أخي خواجة ما بيشرك يا أخي خلاص وعدهم بخواجة وخواجية لكن قاعدين معايا ولا المسلمين يا جماعة خليني أكمل كلامنا خليني أكمل كلامنا لو سمحت ما بتكلم ولا تتكلم ما بيمشي ده ما بيمشي لكن كلامك انت بتدي فرصه طيب فشوف فانت اصلا انت بتسمع وجهه النظر وانا بفتكر انه الان ده واقع والان موجود منتخب والان المنتخب ده بيمارس نشاطه والدوله مغره المساله دي وبتصرف على النشاط ده والنشاط ده موجود طيب منادينا ليه دي شواهد منادينا ليه دي شواهد شاذه وانتوا انت الان انت انا بفتكر والله كتر خيرك فتحت الملف دار تسمع الراي الاخر وتسمع راي قد يكون هو في مبدي مرونه حول طبيعه النشاط الدكتوره يا اخي ما شاء الله هي ذاتها يعني في كامل يعني وعي زي الشرعي في كامل زي الشرعي هنا هنا بس هنا لكن ما في رياضه كده ما بتعرفها لكن ما في رياضه كده ما تقول لي على ما في رياضه كده ما بتعرف انا ما بعرف ما يعني ما تخلى الكلام عن الرياضه زيها ما كده انا ايش فوت الموضوع الرياضه زيها ما كده لا زيها ما كده ما في ولا تلعب لا كره قدم بتكلم في حاجه يا حاج انت ما تدريش ما تدريش اسمع كلامي اتكلم عديل ما في بتمشي تلعب كوره او تلعب ملاكمه زي السلاح ده لا ما بدي فرصه لما ما بدي فرصه لان انا ما داير الباطل وشع بين الناس يا اخي ما بدي عشان لا الباطل في الندوب اسمعوا في الندوب سمحت لي يا اخي هشام قبل ده لحظه انا داير اقول حاجه شوف اسوء من
من المفاسد التي يمكن ان يجلبها نشاط رياضي رمي الناس بالباطل. من رمك بالباطل؟ كويس من رمك بالباطل؟ افكارك افكارك ما دايرين نسمعها في التليفون. لا الناديه لا الناديه يا اخي فاسده واسرته وتربيتها وانه الدكتور ابو ما ربى. يا جماعه ده كلام تمام صوت حوار. انا ما بحسهم باي حاجه يا اخي. ده رجل ما بس لا 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 اسمع لهذا. انا ما اسمع لهذا. احسن يا جماعه عشان نكمل الحوار. عشان نكمل الحوار لو سمحت. انا لو سمحت مين مين الدكتوره؟ هي قالت ولا انا قلت؟ هي قالت انا ابوي احسن من ابوك. انت بتتكلم كلام ما معك. لو سمحت يا مولانا خلينا نوصل. معلش حتى وانا خلاص انتهى. خلينا نوصل. ما بقدر والله. وكانت نظري بقول لازم اسمع وجهه نظرك. أنا سمحت لا معلش لا 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 يا يا مولانا هي غايمة. أي كلام يا كلام ما عندنا ده مش يا أخي ما قال الأهواء وقال إحنا نبحث خط الموضوع في أبوه. أنا أبوي ما بسمح لبنته تلعب كورة يا مولانا. الآن أنتوا غيرتوا شكل الموضوع تمام. أنا ما الآن الاتحاد الإسلامي لرياضة المرأة في سعي حسيس إنه تمارس المرأة كل أنواع ضروب الرياضة المسموح بها وغير المسموح بها لأنه من حقها إنها تختار أي نوع من الرياضات أي أي من الرياضات. خلينا نبص عشان نفهم إحنا فينا. خلينا نبص يا ورقة ورقة وفقا للضوابط الشرعية وفقا للضوابط الشرعية لا تخدع الناس تحديد التي تحدد المكان وتحدد الزي وتحدد الحلوة وتحدد الفرجة. لا ما برد لها. الضوابط الشرعية والضوابط المسموح بها وغير المسموح بها تكلم شنو؟ انت ما ترد بالشرع. ارد شنو يا فضل؟ رد بالايات القرآنية ورد بالاحاديث النبوية يا اخي. ارد ترطب الوجدان وبتغني على العقل يا اخي. يا اخي ما له يا اخي ما ترد لها. ما ترد لها يا اخي ما زال فاهم وبتستوعب يا اخي. انت افترضت انها هي انت افترضت انها انت افترضت انها افكار مسممة. انت انا طيب انا طيب خليني هي هي طيب هي في اتحاد مؤسسة إسلامية زي المجمع الإسلامي في موجهات كثيرة. طيب أنا أسمع برضو منكم كلمة أخيرة لأنه خلاص إحنا بعدها والله حقيقة إحنا ما قدرنا نوصل رسالتنا. نعتذر صراحة لكل الناس اللي بتابعونا. الناس شافت معلش لو سمحت لي لو سمحت لي أودي الضيف طبعا الله حسب الرسول البرلمان المعروف غادر الاستوديو قبل نهاية البرنامج وهو ضيفنا الرئيسي وهو الراي الاخر. انا عايز افهم منكم. طيب خلينا لنا ما تكلمنا ولكن مو لما تكلمنا بس لو سمحت لي اكل مو لما اشوف هذا. اقول لك حاجه الان والله انا بفتكر بالنسبه لي على مستوى الشخص كصحفي وكاعلامي وكمراقب وزول مهتم بالشان العام بشكل عام الاشكال الان والله بالنسبه لي انا جيت لموضوع الرياضه المسؤوليه وكره القدم وغيرها والانشطه. انا حزنت جدا لمستوى الحوار وحزنت جدا لانه احنا في النهايه نائب برلماني اذا انت بتتكلم عن زول بيحمل هموم الناس وقضاياهم واشكالياتهم وبينافح وبيغاتل لهم تحت قبه البرلمان. لكن لما يكون انت دفع الله حسب الرسول شايل صوره لشيرين في البرلمان وبتتكلم عن انه والله يا اخي فنانة وراغصة ومتهمة بالفسوق والفجور والزينة وإيه وغيره ويكيل اتهامات لا أول ولا آخر لا لمغنية ولا يعرف عنها شيء ولا يعرف إنه شيرين نفسها زارت السودان في آخر زيارة لها في لحفلات فور دارفور وكانت الحفلات لصالح النازحين في دارفور وما قدمته للسودان وما قدمته هي برفقة محمد منير وهاني شاكر في للنازحين في دارفور لم يقدموا كثير من نواب البرلمان عندنا. يا جماعه هذه الحقائق كمان دايرين في موضوع شيرين يعني انا برضو عرفت انه هي شيرين رجعت الاستحقاقات الماليه بعد كاملة من الحفله كامله وكامله والحفله كانت ارباحها ومعرفه انه الحفله اتلغى رجعت للحفله يعني دي برضه حاجه وكانت الحفله ذات الريح بتاعها لصالح الاطفال المصابين بالسرطان. شوف احنا عندنا مجتمع
متماسك، عندنا أسر، عند يعني هي نفسها. طيب هي نفسها. خلينا نحن معانا عبر الهاتف الكابتن ماندي طبعا من قبل هي معانا، وكان ضيفنا رفض إن يتكلم معه. كابتن ماندي مرحبا بك، مرحبا بك يا كابتن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. اسمعينا من التلفون لو سمحتي، ونحن بنعتذر لك. استاذ هيثم كابو. يا كابتن احنا بنعتذر لك صراحه، يعني انه خليناك مسافه طويله، ولكن انت تابعت الحوار، تفضلي. وبحيي دكتوره امال. وبحيي دكتوره امال وبحيي الاستاذ هيثم كابو. تفضلي. وانا كابتن ناندي صاحبة التجربة اللي اقيمت المباراة في ود مدني. كابتن ماندي اسمعينا من مباشرة عاكلة من التلفون، انا عايز اسالك سؤال مباشر، المباراة بتاعت ود مدني هل هي فعلا كانت مباراة مختلطة رجال ونساء، ولا انتوا كنتوا لاعبين براكم بنات؟ والله ده موضوع كبير جدا استاذ عوض الجيد الكباسي، انا ما بتطرق لك لجانب وخلي جاوب لي بس اجابه واضحه في الحته دي بس. ما بس انا ما ممكن ارد لك على حته من اخر سؤال، ما انا عارف الموضوع خطير، لا سمح الله. انا لازم كان ارد على الشيخ ولازم ارد على حاجه الضيف الان هو غير موجود، انا اصلا دخلتك عشان اعتذر لك الحاجات. كابتن رد من الحته المعينه. كابتن انا اساسا يعني كنت عايز ادخلك مع الشيخ، وانت تابعت نحن الان يا استاذ عوض الجيد ما في المباراه اقيمت بالرجال او نساء، لانه اصلا ده ما لب بالموضوع. اكيد اكيد ده ما لب بالموضوع، لكن احنا عايزين نوصل رساله، عايزين نوصل فهم، نحن عايزين نوصل الناس الان. وانا برد عليه، ويا ريت لو الشيخ كان قاعد عشان انا ارد له على الاسئله. ده الهدف بتاعنا من البرنامج، ده الهدف بتاعنا، وده الحاجه الاساسيه جهزناك عشان انك تكوني فيها عشان تردي له، لكن هو طبعا تابعتي هو غادر قبل نهايه البرنامج. انا شاكر لك، نحن زماننا انتهى صراحه، لكن انا بس قصدت انه ادخلك واسمع صوتك عشان اكد فعلا للمشاهد انك انت معانا في الخط، المفروض تكوني موجوده، وبرضه بنحييكم ونحيي كابتن ساره. شكرا لك، وان شاء الله سلامه الوصول. وانا شاكر لك اخر صديق هيثم كابو المستشار صحيفه السوداني والكاتب الصحفي المهتم بالصحافه والمهتم بالرياضه، وشاكر لك كمان كثير جدا دكتوره امال محمد ابراهيم الحاصلة، وهي سفير السودان سوائر سفير نوايا الحسنة، والمحاضر بكلية التربية. شكرا لك كثير، شكرا لكم كثير، شكرا لحضوركم، شكرا لكمان لضيفنا الغادر قبل نهاية البرنامج البرلماني المعروف تفعله حسب الرسول اللي ما كمل معنا الحوار. شكرا لكم انتم كثير، كل الناس تابعونا خلال هذا البرنامج، برنامج كتاب نصات، نتمنى يكون يعني